لا يزال سكان الوحدة الجوارية رقم واحد بالمدينة الجديدة علي منجلي وتلاميذ وأساتذة مدرسة بن عبد الملك رمضان بقسنطينة يعيشون على وقع الصدمة، صدمة خلفها الطفل معتز طرباق بعد أن أقدم على خنق نفسه شنقا هنا في هذه الغرفة وعلى هذه الخزانة. تفاصيل مثيرة كشفتها العائلة لقناة نوميديا حول سبب مقتل ابنها. ديرنا معتز هكا النجمة قال لك وداروا واحد التعويذه، قال لك يهضر في واحد الهضره غير مفهومه بعد وسمعها بالك خويا من اللعبه ومخو عباك خفيف ويهز عاودها لهم ما فهموش وما واش قاعد يهضر. النار شعلت قال لك الله يرحمه. قال لي نط في الليل صلحت على الدار، شفت واحد راقد وواحد قاعد يصلي، هذاك اللي راقد من بعد ناض قال له اسكت تهضر لواحد نقتلك. وحسب الروايات المتداولة بين أصدقاء الضحية وزملاء الدراسة أن الطفل كان يلعب لعبة مريم بإحضار الجن مع زملائه. ورقة يدير يقسمها على أربع أجزاء، يدير زوج ياس وزوج ناو، يجيب السيلو هو يهدر، حنا نبقاو ساكتين نديرو الشغل اللي قاعدين نتبعو فيه، يهدر و السيلو قدام عيني أنا بالك شفتو حرج تحرك شغل جا في ياس دا سمو باش يستدعي الجنون، وليت انا خفت وليت نسمي. تصرفات عادي ما كان حتى حاجه خارجه على يعني العاده ولا عادي جدا، حتى كنديرو في ليكو حاجه كامل حي فرح يقول لي شاركت في القسم يشكرتني شي خامسه فقوا عليا. القضيه اللغز الذي كان عنوانها معتز حيرت كل العارفين بخصاله وتركت ألما عميقا في عائله لم تلتئم جراحها بعد.